للحديث عن الانتقادات الموجهة للسلطات الحكومية بشأن ملف جرح التظاهرات والإهمال الحاصل، معنا من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز. سيد علي، بداية مرحبا بك. الحكومة ورئيسها أخذوا على أنفسهم قبل نحو عام تقريبا معالجة جرح التظاهرات، ما هي مبررات عدم متابعة هذا الملف وتجاهل هذا الملف؟ نعم طبعا، في بادئ الأمر احنا بالعراق اليوم كوعود رئيس وزراء قلناها سابقا ودائما نكرر هذا الشيء، بأنه نحن وصفناه بأنه هو شيخ الكذابين. يعني هسه اسمع احد الاخوان المصابين تكلم وقال كذاب، واتصور من صوته هو يمكن كميل كان او وعد العزاوي من عندهم، بعد ان اتصلوا بالكاظمي ووعدهم بالتليفون راح يعالجهم، وتبين فيما بعد انه المستشفى اللي اخذوهم عليها للشباب هي مستشفى لرعايه كبار السن وليس مستشفى لعلاجهم واعادتهم للحياه بشكل طبيعي. هذا ان دل على شيء، دل على انه الدوله متمثلة بحكومة المنطقة الخضراء التي تحتوي هذه الأحزاب الميليشياوية الحاكمة في العراق أنها ضربتهم متقصدة وأخذتهم لهكذا مستشفى. هذا عمل متقصد، هذا ليس عمل عبثي ولا يعلمون ما هو. هذه دولة وهذا نظام، ونظام مؤسس له قواعد في البلد، وهذا الشيء صار بالتنسيق مع السفارة الألمانية في بغداد. اليوم وزارة الصحة الألمانية أو وزارة الخارجية الألمانية مطالبة أيضا بالتوضيح كذلك، لأن الأمر تم بالتنسيق مع السفارة الألمانية في بغداد. هذا ما ذكره مصطفى الكاظمي بلسانه لما تكلم بالهاتف مع المصاب كميل، أتوقع تكلم بالهاتف وقال له أنا اتصلت بالسفارة الألمانية عدة مرات ومستشارين اتصلوا بها. فإذا هذا اليوم الموضوع يمس الجانب الألماني كذلك من ناحية مصداقية منقولة عن لسان كذاب هو مصطفى الكاظمي. بالتالي احنا اليوم عدد جرحانا، يمكن العدد اللي تبين عندكم بالتلفاز هو 20 إلى 25 شخص، لكن المشكلة نحن لدينا الآلاف من الجرحى، عدد جرحى تشرين وصل يعني إلى 24. مع هذه الانتقادات من قبل جرحى التظاهرات والتي وصلت إلى حد اتهام رئيس الحكومة بالكذب ووصفه بالكذاب، إلى أي مدى يمكن اعتبار ما جرى من وعود هو عبارة عن دعاية سياسية أو انتخابية؟ بالضبط، تمام 100%. نعم، عبارة عن وعود كاذبة، وعود وهمية، لأنه رجل كذاب، رجل منافق مراوغ. هذا إنسان متمرس على سياسة الكذب اللي أساساً الغزاة الأمريكان لما غزوا البلد على أساس كذبة بامتلاك مسلحة الدمار الشامل هو نتاج هذه الكذبة. فإذا كل سياسته هي قائمة على مبدأ الكذب. ونعم أتفق معاه، كان وقتها قبل 10 أشهر للترويج إلى نفسه أو إلى المقرب. طيب يعني هل من المعقول أستاذ علي، هل من المعقول أن تكون هناك أيضا عمليات فساد مستغلة هؤلاء المصابين والجرحى نتيجة يعني مطالبتهم بحقوقهم؟ يعني هل ممكن أن تكون أن يرسلوا إلى مستشفى في ألمانيا من أجل يعني العلاج الطبيعي لكبار السن وهم بحاجة إلى عمليات جراحية نوعية كبيرة وهم مصابون بالشلل؟ يعني هذا الأمر يتطلب يعني مستشفيات متخصصة. يعني هل من المعقول أن تكون هناك أيضا في هؤلاء عمليات شبهات فساد أيضا؟ نعم طبعا، الحكومة بكل أذرعها بكل أحزابها بكل ميليشياتها، الحكومة هو الفساد ينخرها نخر من ساسها إلى راسها، هذا الشيء متفقين عليه كل العراقيين. أما فيما يخص هذا الموضوع من وجهة نظرنا كبديل ثوري في العراق وكقوى ثورية تشرينية، المقصود منه هو إذلال ثوار تشرين. الإذلال، إذلال ثوار تشرين من قبل هذه الحكومة العميلة. نعم طيب أستاذ علي، يعني جرح التظاهرات توجهوا للقضاء، توجهوا للمحكمة الأوروبية من أجل التحقيق بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضدهم وهم يعني متظاهرون سلميون. ألا يضع القضاء هنا في العراق في أزمة؟ ألا يحصره في زاوية ضيقة مع مشروعيته، مع وجوده، مع استمرار الإفلات من العقاب في العراق؟ القضاء بالنسبة في العراق هو قضاء مسيس، وهذا الشيء متفق عليه. اليوم القضاء في العراق وجد هذا القضاء اليوم بعهد النظام الجديد في العراق لحماية هذا النظام. فبالتالي اليوم احنا موضوع انهاء الافلات من العقاب، لا يوجد شخص سيحاسب
ولا يوجد شخص له القدرة أن يحاسب، لأنه كلهم فاسدين. إن أتينا إلى محاسبة هؤلاء القتلة وإنهاء عملية إفلات من العقاب، فيجب أن تكون هذه المحاسبة على أيدي قوى وطنية تحاسب هذا النظام برمته من الألف إلى الياء، بما فيهم رموز من النظام اللي احنا نقول عليه القضائي والتشريعي والتنفيذي وحتى في رئاسة الجمهورية. فلذلك نحن لا نؤمن بقضائهم، لا نؤمن بتشريعاتهم، لا نؤمن بحكومتهم. والله والله هذا الذي جرى اليوم لشبابنا اللي عددهم ما يتجاوز ال 20 25 شاب في ألمانيا، هذا الذل والمهانة المقصودة من شخص العميل مصطفى الكاظمي، والله راح نخليك، سوف نجعلك يا مصطفى الكاظمي تتمنى أن تستقبلك أحدى مستشفيات ليس العالم كله بل بغداد. والله هذا الذل الذي يرأوه هؤلاء الشباب الفتية الذين قدموا وضحوا بما أنت لا تعرف معناه التضحية. تعلم التضحية منهم أيها العميل، تعلم التضحية، هذا هو الجود بالنفس، التضحية بالنفس. هل تعرف معنى الشلل؟ أنت مصاب بشلل فكري وعوق ذهني، أنت مصاب بداء العمالة. شكرا جزيلا سيد علي عزيز من بغداد، مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير، شكرا لكم.